في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب وأنا أتجول في هذه المسابقة ما شاء الله تبارك الرحمن دخلت على ليحفظ 5 أجزاء والعشرين جزءاً وثلاثون جزءاً ولكن هناك طريقة أعجبتني جداً عندهم هنا في المسابقة في أندونيسيا أن يدخل الشخص في 30 جزءاً يختبرونه في القرآن كاملاً ويسألونه في جزء من القرآن في التفسير حقيقة التفسير في أندونيسيا هكذا في المسابقة نحن نشترك في قسم التفسير نحفظ أولاً 30 جزءاً نعم. يسأل 4 أسئلة نعم. مثلاً أولاً يسأل عن المفردات نعم. في جزء الثالث لو فيها المناسبة مع تلك الآية مع ما قبلها وما بعدها نعم. نجيب تلك الآية نعم. ثم سؤال الثالث لو فيها أسباب النزول ما شاء الله نعم هكذا نعم. ثم بعد ذلك نفسر عادةً مثل ما فسر المفسرون نعم كذا والأخير لو فيها دروس المستفادة نعم. أو الحكمة من تلك الآية نذكر تلك الحكمة وتلك الدروس المستفادة الله أكبر. هذه هي الأسئلة 5 إنه يحفظ القرآن كاملاً وبالتفسير ولسانه غير عربي فعلاً إنه قرآن معجز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ما شاء الله. ما المستفاد من هذه الآية وما الحكمة من هذه الآية؟ كما قلت تكلمنا عن قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء كذلك يمنع الملك لمن يشاء نعم. عز من يشاء وذل من يشاء نعم. وكل ذلك عن قدرة الله بيده الخير الله الله. إنك على كل شيء قدير هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى مرة ثانية أن قدرته فوق كل شيء الله أكبر سبحان الله. هذا الشيخ ما شاء الله شارك في مسابقات عديدة وشارك في مسابقة طبعاً يحصل على المراكز الأولى دائماً وشارك في مسابقة دولية في المغرب هذه المسابقة يشارك فيها العرب ما شاء الله ويعرفون اللغة العربية وهو أصلاً من دولة لا تعرف اللغة العربية وشارك في هذه المسابقة بحفظ القرآن وتفسير القرآن وأخذ المركز الأول كيف وجدت تدبر القرآن والتفسير في حياتك يا شيخ؟ نعم القرآن آياته يؤثر في قلبي كما أثر الماء الجدبة الأرض اليابسة الله. فتحيا قلوب الإنسان واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما معنى خاوية شيخنا؟ خاوية هالكة. نعم. ساقطة على سقفها. نعم الله. ومعنى هشيما؟ هشيما النبات اليابس. نعم. المتفرقة أجزاؤه. نعم. هناك هشيما آية أخرى. نعم في سورة القمر. في سورة كهشيم المحتضر، قال الله تعالى كهشيم المحتضر، يعني أخذتهم الصيحة فصاروا كهشيم المحتضر. الله أكبر الله أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. ما معنى هذا الكلام؟ قوله تعالى لا يكلف الله نفسا، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان من الأوامر الواجبات والمندوبات يعني يوافق طاقة الإنسان. فلا ظلم عليه. ولكن من أدب الإنسان المؤمن لابد من أن يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا من أدب وأخلاق المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والمؤمنون الذين يؤمنون بالغيب هم الذين يقولون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يا عرب، يا من عندكم اللغة العربية، يا من تعرفون اللغة العربية، ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشخص الذي بجانبي هو من دولة لا يعرفون اللغة العربية وما شاء الله يفسر القرآن كله بمعنى المفردات وما سبب النزول وما الحكمة من هذه الآية وما المستفاد من هذه الآية والربط بين آية وأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك يا شيخنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا أهل الأعذار، اللي يقولون إن حفظ القرآن صعب علينا، ما يكفيكم الحالات اللي عرضناها لكم في مسافر مع القرآن؟ سمعوا للشيخ هديان أكبر اللي عمره 18 سنة وكفيف ولا يتكلم اللغة العربية ولكن يحفظ القرآن برقم الآية. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ هاديان أكبر. نعم. ما شاء الله شيخنا. أسألك في 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 القرآن أختبرك. شيخ، آية 66 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة ما شاء الله نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شيخنا، آية 59 من سورة مريم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. نعم، حتى رقم الآية انترجم لي إياها لأن هذا الشاب لا يعرف اللغة العربية أصلاً. تخيلوا معي،
هذا الشاب الكفيف حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 3 سنوات. آية 73 من سورة المائدة. 73. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما شاء الله شيخ هاديان، ما شاء الله، كيف حفظت القرآن بهذه الطريقة؟ أنا حفظ القرآن بالقرآن برايل. طريقة برايل؟ نعم. ما شاء الله، من هو أستاذك في طريقة برايل؟ أستاذي كي الحاج أحمد فريزي حفظ. ما شاء الله ما شاء الله. هل أنت سعيد أنك تحفظ القرآن؟ أنا أفرح. إنه سكن لصادري وهو أنسي عند قهري. إنه سكن لصادري وهو أنسي عند قهري ودوائي ابتلائي. إنه نور لقبري. تكلمت معكم عن سبب مهم جدا يعيننا بإذن الله كلنا على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الترتيل والتمهل في القراءة وعدم الإسراع في القراءة. ومن الأمور اللي احنا قاعد نلاحظها في الإسراع في القراءة والعجلة في القراءة أننا لا نقف عند رؤوس الآيات. تجد واحد يفتح المصحف ويقرأ من المصحف ويربط آية مع أخرى، آيتين أو 3 آيات. هذه الطريقة لا تكون في جلستك في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له صفة جميلة وهو يقرأ القرآن، وهو الذي نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. سئلت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع الآية والسورة آية آية. مثلا كان يقرأ مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. كان يقطع آية آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تتدبر يجب عليك أن تتمهل في قراءة القرآن، تقف عند آية فتعلم معناها تتدبرها ثم تنتقل إلى آية أخرى. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أنني لو قرأت سورة البقرة ورتلت سورة البقرة في يوم واحد وأتمعن في الآيات وأركز في الآيات وأحضر عقلي وقلبي وأخشع خير لي من أن أقرأ القرآن الكريم كاملا وأجمعه هذرمة. هذرمة يعني يقرأ بطريقة سريعة جدا لا تعين على فهم القرآن الكريم. فيجب علينا إذا أردنا أن نتدبر القرآن أن نقف عند آية ثم ننتقل إلى آية أخرى كي نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. في أطول وأصعب رحلة لنا في برنامج مسافر مع القرآن انتقلنا من جاكرتا إلى مدينة سوكابومي في أندونيسيا. تخيلوا معاي 7 ساعات في السيارة، رحلة شاقة ومتعبة بطريق أصلاً غير ممهد. ولكن عندما وصلنا
إلى معهد المعتوق للأيتام لحفظ القرآن كلنا ارتحنا، لأن تفاجأنا بمركز جميل جدا وبناء رائع. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق. بعد رحلة عناء وتعب وصلنا البارحة ليلا إلى هذا المعهد، ما شاء الله معهد المعتوق للأيتام لحفظ القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، ففعلا انشرحت صدورنا وبإذن الله ستنشرح أنتم صدوركم عندما ترون ماذا يوجد في هذا المعهد من حفظ وحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى. فتعالوا معنا. أهلا يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ تبدأ حلقات القرآن في هذا المعهد، معهد المعتوق، بعد صلاة الفجر مباشرة. عدد حلقات هذا المعهد تقريباً 22 حلقة قرآنية. تجولت أنا والشيخ نور الهادي وهو مدير هذا المعهد. نعم، كيف؟ ما شاء الله، كيف كيف؟ شوف النظام ما شاء الله، أول ما يؤشر إليهم الشيخ كلهم يسكتون. هذه هي أخلاق ما شاء الله أهل القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أول ما يدخلون في هذه الحلقات كم تكون أعمارهم تقريبا؟ عمرهم تقريبا 12. 12؟ نعم. لكن لا يعلمون اللغة العربية؟ لا يعلمون اللغة العربية إلا قليل. إلا قليل. أنتم تعلمونهم هنا اللغة العربية؟ نعم الحمد لله، ما شاء الله. علمهم في اللغة و كل المواد الإسلامية. نعم. من التوحيد والتفسير وأصول الحديث وأصول، وأيضا لاسيما القرآن هذا من تجويده وحفظه و ما شاء الله. نعم الحمد لله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. من الطلبة الآن يقرأ لنا شيء؟ أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. بذرة الخير بدأت في هذا المعهد الضخم من عائلة المعتوق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الأجر. ثم بعد ذلك بدأت عائلة الزامل وحملة العساكر ورابطة العالم الإسلامي في السعودية ببناء هذا المركز الضخم لحفظ القرآن. من أكبر مراكز ومعاهد القرآن وخدمة القرآن في أندونيسيا. انظر كيف كان هذا المركز، صغير، بدأ بمسجد صغير وفصول صغيرة، والآن ما شاء الله يعني لا أستطيع أن أصف لكم الضخامة في هذا المركز وهذا المعهد. بدأوا ببذرة صغيرة والآن الله سبحانه وتعالى ضاعف تبارك الرحمن. يا شيخ نحدثنا ما شاء الله، ومن بعد ذلك أنا أرى الآن هذا المبنى الكبير. نعم صدنا. هذا ما هو هذا المبنى؟ هذا فصول دراسية. هذا من بنى؟ رابطة العالم الإسلامي. ما شاء الله، هذا من رابطة العالم الإسلامي. ما شاء الله، ما شاء الله، مبنى ضخم جدا ما شاء الله تبارك الرحمن.
ما شاء الله ما شاء الله. وهناك أنا أقرأ مركز الزامل. نعم. ما هو المركز هذا؟ نعم هذا المركز يعني خاص للبنات يعني للطالبات. نعم. نعم. لهذا كان هو في الخلف يعني. نعم لكان هو في الخلف. نعم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا الأمام وخاص للطالب الطلاب هكذا. نعم. نعم ما شاء الله تبارك الله. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول رب العالمين نعم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مسجد صغير، فصول صغيرة، والآن ما شاء الله يسع هذا المكان لآلاف الطلبة والطالبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أموالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أننا استطعنا أن نريهم ماذا فعلوا من خير حتى يستشعروه ويقبلون كل من ينظرون إلى هذا العمل إلى عمل الخير ودعم أهل القرآن وخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم يا شيخنا على هذا العطاء وهذا العمل المبارك. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتحذير فيه الخير والبرهان من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.